قصة غليص ابن الجنية الفصل الرابع أجزاء 42. طلع وضاح أو مع حسن وحسين أمن المدينة أو معاهم جيش ألف فارس أو مشوا باتجاه قبيلة أبو الرسن. أما طلعوا من المدينة أو فاتوا عليها أبو التنور وأبو اللوكس والساحرة لبلوبة والجنية النورس متحول الهيئة البشر، أو شافوا وضاح لو من طلع هو وجيش، أو راحوا وقعدوا بالخان وأبو التنور مغير شكله ما حدا عرفه، أو سألوا واحد بالخان قالوا له جيش المدينة تحرك وين راحوا؟ قال لهم بقبيلة تمردت، أو قاموا مهلها يمشون بدرب الشر يذبحون الناس أو ينهبون أموالهم، أو راح الحاكم وضاح يوقفهم عند حدهم قال له بالتنور من هو هذا القبيلة؟ قال له اسمها قبيلة أبو الرسن. قال له بالتنور أول مرة أسمع بهالقبيلة هذه. قال له وين صايرة؟ قال له صايرة باتجاه الشرق، وسمعت ناس عندي بالخان هين يقولون كان اسم القبيلة قبيلة الشيخ أبو نواف. أو قال أبو التنور لأبو اللوكس قبيلة الشيخ أبو نواف هذول كانوا إيد وحدة أمه وزوبع أبو نخلة. أو قال أبو اللوكس أو للساحرة لبلوبة لازم ما نخلي وضاح ينتصر بهالمعركة هذه. قالوا له شلون؟ قال أبو اللوكس يطير هو والنورس ويروح يحذرهم. قال أبو اللوكس وش عليه؟ نروح نحذرهم ونجيبهم لصفنا. أو طلع أبو اللوكس والنورس من المدينة أو لو من بعدوا عن الأنظار. قال للنورس شيني أو وصني لهذيك القبيلة. أو شأله النورس وطار به. أو وضاح ماشي على الدرب والمسافة بينه وبين هذيك القبيلة 4 أيام. أو نزلوا النورس على طرف القبيلة أو فاتوا عليها يمشون، تلقوهم مجموعة من الحراس أو قالوا لهم أنتوا منو؟ قال لهم أبو اللوكس أخذوني العند شيخ هذه القبيلة أريد أشوفه. أو خذوا العند الشيخ أبو الرسن والمجلس مليان وأخوانه الصافي وعكوش، واحد على يمينه وواحد على يساره. أو وقف أبو اللوكس قبالهم أو قال وينو شيخكم؟ أو كل المجلس دحج عليه. قال له أبو الرسن تعالي جاي يا شايب، أنا الشيخ أبو الرسن. أو مش اللي عنده أبو اللوكس والنورس ماشي وراه ويتحرف. قال له اسمع يا أبو الرسن جيش المدينة أو على رأس الحاكم وضاح أو عددهم فوق 1000 جايين باتجاهكم أمشان يمسحكم عن وجه الأرض وأنت قاعد وحولك رجالك. قام حيله أبو الرسن أو قال له جعت سولف وأنت منو؟ أزب رأسه وقال له أنا أبو اللوكس صياد الجان. كل القاعدين بالمجلس قاموا يدحجون على بعضهم. أو توني جاي من المدينة أو خليت أصحابي بها، المدينة بدنا نحتلها أو معانا جيش القصاب بده كم يوم يوصل على المدينة، إذا تصيرون معانا أخلصكم من الحاكم وضاح ومن جيشه. وإن العجوز مربوعة فائتة عليهم أو وقفت قبال أبو اللوكس وقالت له إحنا معاكم على الحلوة والمرة، إذا قدرتم تأخذون المدينة مثل ما جعد تقول أنتوا تحكمون بالمدينة أو ولادي يحكمون على العشائر، هذا شرطنا. قال لها أبو اللوكس اتفقنا، الحاكم وضاح بعد 3 أيام يصلكم وانتوا روحوا على طرف العشيرة وحفروا قبور كثيرة امشان تبين قبور جديدة او دموها، خلوا مجموعة من النسوان الكبيرة تقعد عند هذيك القبور والقبيلة لا تخلون بيها ولا حركة، الناس كلها تجضع بالبيوت ويظلون شي 10 ملثمين يدورون حول البيوت، لو من يقرب وضاح أو جيشه خلوا يفزع عليه واحد ويقول له أرجع، القبيلة هاي صابها مرض خبيث أمشان ما تنعدون ويصيبكم المرض لا تقربون عليها. لا حاجة عليه مربوعة أو قالت له يا لسمك يا أبو اللوكس الخطة هذه ما تخطر على بال الجان. لا حاجة عليها أبو اللوكس أو قال لها لسه ما شفتوا شي، الأيام جاية وتعرفون منو أبو اللوكس. أو هم كلهم واقفين بالمجلس ويدحجون عليه أو قال يا النورس شيني ورجعني على المدينة. أو شألوا النورس أو طار من بيناتهم أو طارت العقول من روسهم وقالوا هذا مع جني. قالت مربوع الولادها أبو الرسن والصافي
أو عكوش. الرجل هذا جانا بالوقت المناسب، يلون ما هم خبرناه جيش حاكم المدينة يسوي بينا مثل ما صار بزوبع، أو مثل ما صار ببنته، أو مثل ما قال لهم أبو اللوكس. راحوا على طرف القبيلة أو قاموا يحفرون جوار أو سووها مقبرة كبيرة جديدة، وقعدوا وقاموا يستنون جاي يتوضح. الترابي خذ القلادات الأربعة أو راح باتجاه وأد الموتى، أو وصل عند القضاة أو قال لهم جبنا القلادات الأربعة، منو يروح يخبرهم أنه نحن جاهزين أو راح نسلمهم القلادات؟ قالوا له أنت يا الترابي، أنت راح تروح وتقولهم التسليم باشر على شاطئ البحر، ما نسلمهم القلادات ألا نستلم الملكة، 10 منهم يجون أو 10 منا يروحون. أنطى القلادات للقضاة أو طار الترابي باتجاه البحر على جزيرة الجحيم، أو قام يسابق الريح أو وصل العند جزيرة الجحيم، أو تلقوا الحراس أو قال لهم أني مرسال أمن جنون البر أمن المحكمة العليا، بدي أشوف حاكمكم، أو خذول عند الحاكم بحري وقال له القلادات الأربعة جاهزات أو مكان التسليم راح يكون على شاطئ البحر، 10 يجون من عندكم أو 10 من عندنا، نستلم الملكة ونسلمكم القلادات. قال له البحري مثل ما بدك، بس أي حركة منكم أو أي خيانة ما راح نرحمكم. أو طار الترابي ورجع، والحاكم بحري قال له أخته بحرية تروحين على جزيرة التاج عند الملك وتخبرينه بهالشي هذا. خلى الفرسان العشرة باشر يجيبون الملكة. قال هفوف واقف عنده أو قال له يا الحاكم بحري بلش مسوين خدعة. قال له يا هفوف إذا هزموا من جبل المحكمة مثل ما قلت لي، وجنون مملكة الصخور جاء طاردهم، والحز الحروب شغالة بيناتهم ما راح يسوون شي، لكن راح ناخذ احتياطنا، تروح أنت والفرسان الأربعة أو نجمة البحر وظلون عنهم مسافة بعيدة مشان ما حدا يحس بيكم. قالوا الهفوف راح يشوفونا، عدهم الحجر الأزرق الجنية أم الغول معاهم. قالوا الحاكم بحري أم الغول بس لونها صائرة معانا، لازم أجيبها يا هفوف هي والحجر الأزرق وتصير تحت حكمي، خلينا ناخذ القلادات الأربعة أو بعدها شوف إيش بدي أسوي بيهم. وصل الترابي على القضاة أو قال لهم رحت خبرت الحاكم بحري أو 10 من عندهم أو 10 من عندنا. قالوا للترابي تأخذ معاك 9 من فرسان المحكمة أو راح يظلون مسافة بعيدة عنكم أجنية ملغول ومعاها مجموعة من فرسان المحكمة، بس حست أنه مسوين خطة أو كمين ترجعون مشان ما يصير عليكم شي. قالوا للترابي ما راح يسوون شي، هم يريدون القلادات. قال القضاة للترابي القلادات الأربعة خسائر كبيرة أنا، لكن حياة الملكة اتهمنا كثير. أو قال لهم جنون الصخور إيش راح نسوي معاهم؟ قالوا له بدنا نستنى الأمراء ليل ونهار لو من ما يجون، وأن الجني ريحان يصيح للترابي أو راح عليه الترابي. أو قال له بعثني الحاكم غليص ويقول لك الموعد باشر ألا تغير. قال له قول للحاكم غليص الموعد باشر على شاطئ البحر مقابل الجبل الأسود. أو صاحم القضاة للترابي وقالوا له شريد الجني ريحان قال لهم الموضوع بحياة الملكة، ما أقدر أغبي عليكم، بعد ما نستلم الملكة أو يأخذون القلادات أو نبعد عنهم مسافة طويلة ونأمن على حالنا راح يهجم عليهم غليص أو يأخذ القلادات منهم. قالوا له هذا أمر خطير. قال لهم الترابي أغليص وعدني أنه ما يتحرك عليهم ألا نبعد مسافة طويلة حيث أنه ما حدا يقدر يلحقنا ونأمن على الملكة. أو قال لهم الترابي باشر إذا جبت الملكة أجيبها هين على الوادي ألا بمكان معين. قالوا له نستنى جيت الأمراء، الموضوع هذا بيدهم. أو قبل ما تطلع الشمس وصلوا الأمراء ليل ونهار. أو قال نهار للقضاة القلادات الأربعة صارا عندكم؟ قالوا له صارا، واليوم نسلمهن أو نستلم الملكة، وإحنا شرطنا عليهم 10 يكونون من عندنا و10 من عندهم. قالوا زين نروح نحن والترابي أو حراسنا 3 وناخذ معانا 4 فرسان من حراس المحكمة. قالوا لهم القضاة روحتكم ما بها خطر، ما بي أي خطر، لازم نكون موجودين، أخاف أنهم ناوين يأخذون القلادات أو يرجع يأخذون الملكة. وطلعت الشمس أو طاروا الأمراء ليل ونهار، والترابي أو وراهم الفرسان باتجاه شاطئ البحر.
وأم الغول معاها مجموعة من الفرسان طارت وراهم. الأمير نهار قال للتراوي: ليش حاط القلادات بجره؟ قال له: ما غبي عليك، بعد ما ناخذ الملكة راح يلحقهم غليص أو ياخذ القلادات منهم. قالوا له: إذا خذوا القلادات أمن الصعب غليص يقدر يرجعهن. أجنون البحر فوق البحر قوتهم ما تنوصف، أو خايفين على غليص. خلينا نجيب الملكة وإحنا بعدين نعرف شلون نجيب القلادات، لازم غليص ما يتدخل. قال لهم الترابي: الحاكم غليص كان هذا شرطه واني وعدته. قال ليل النهار: هذا مثل اختك عنيد، خليه يسول براسه واحنا نظل نراقبه، اذا شفنا عليه خطر نروح نخلصه. وانهم جايين الفرسان العشرة حراس ملك البحار، او معاهم الملكة زهرة البراري، وانزلوا عشاطي او بيناتهم مسافة طويلة. قرب عليهم الترابي او فك الجر بيده، او جا واحد من الفرسان يمشي عليه، او شاف القلادات وتاكد منهن. رجع الترابي القلادات على الجره او سكرها، او جا واحد من فرسان البحر شايل الملكه او نزل قبالهم، او قال له: سلمنا الجره امشان نفك القيود ام ندينا الملكه ومن رجلينا. قال لهم الترابي: فكوا القيود وسلمكم الجرة. فكم القيود من ايد الملكة او من رجلينها، والترابي انطاهم الجرة البيها القلادات، او طارم الفرسان اثنين وصلهم عند الفرسان الثمانية. جم الامراء ليل ونهار، او قالوا لها: يا الملكة لازم نمشي من هين بالحال. او طاروا مثل الاسهام من الشاطي، قاموا يسابقون الريح وابعدوا مسافة طويلة. وأما الغول والفرسان المعاها طاروا زاد أو لحقوهم. فرسان ملك البحار طايرين يسابقون الريح، ما أحسموا دروا ألا هضأك الوحيف من فوقهم مثل البرق لمع من جدامهم وقف، والنغلئص لحاله أو وقفوا الفرسان العشرة، أو قالوا له: أنت منو وشلون تتجرأ توقف بطريقنا وإحنا حراس ملك البحار؟ قال لهم: أنا غليص ابن زرقان، حاكم جنون مملكة النور، أو صاحب القلادات الأربعة، ألعتكم يا تنطوني القلادات يا ذبحكم كلياتكم. دحجوا على بعضهم وقالوا: ما نذبحوا، ناخذوا أسير وناخذ مقابيل وشغلات كثيرة. أو مثل لمح البصر صاروا دائرة حول غليص، واغلص عينه على الجنة الشائلة الجراح ما يشيلها عنه. رمح نور الهدى معلق بظهره، أو مديده على الرمح، أو قام يبرم بيه والرمح قام يشع منه نور. قامت تحرك قوة نور الهدى بجسم غليص، وهجموا عليه العشرة هجوم واحد، كل واحد منهم بيده سيف. قربوا على غليص وبرم برمة قوية غليص، وقام الرمح يشع منه نور ما عاد يشوفون بعيونهم. انطلق مثل السهم باتجاه الجني الشائل الجرة، شك الرمح بصدره أنه طالع من ظهره، أو قضب الجرة بيده الثانية. سحب الرمح غليص من صدره واحترف وراء أن الموج أعلى منه موج البحر، وانطلق مثل السهم والموجة طائرة وراه، أو كل ما يروح باتجاه تطلع موجة عالية بوجهه والفرسان طايرين وراه. تلاقوا الأمراء والترابي والملكة مع أم الغول، أو قالهم لأم الغول: انزلي على الأرض، أو نزلوا كلياتهم. أو قالوا لها: اضربينا الحجر الأزرق تنشوف غليص. لو من ضربة الحجر الأزرق قالت لهم: الحاكم غليص أم حاصر من جميع الاتجاهات، ما عاد يقدر يطلع من البحر. قالت لهم الملكة: ليش خليتم أغليص يروح؟ قالوا لها الأمراء: ما رضى ألا يروح يجيب القلادات. قالت لهم: ملك البحار كان معاهم أو كان مختفي بالمي، أغليص صعب ينفذ من بين ايديهم. ليل ونهار قالوا للملكة: بدنا نروح عليه. قالت لهم: لا، إذا تروحون ما راح تقدرون ترجعون. الترابي دحج على أم الغول أو قال لها: ما بي أمل. أضربت إيدها على الحجر، أو قالت له: أغليص ما عاد يبين عليه، أكيد سوم حوالي رصد ما عاد يبين. أغليص كل ما يعلي الأمواج البحر تعلي، أو كل ما تقرب عليه موجه يبعد عنها مثل السهم، أو ما شاف إلا ملك البحار واقف قباله والتاج على راسه. أو قال له: وين بدك تروح؟ اتحسب حالك فوق البحر، تقدر تخلص من بين ايدينا، ما راح تشوف البر بحياتك كلها. أغليص محزم بحبل فكوا ربط الجرة أو علقها بظهره، أو دحج على الفرسان تسعة واقفين وراه
أو ملك البحار واقف قدامه، أو قال له أنت ملك جنون البحار، أزب رأس الملك، أو قال له الساعة تعرف منه ملك جنون البحار، أو صفق ديه على بعضهن، أو صارت بالبحر دوامة كبيرة، أو قامت تسحب غليص يريد يطير ما عاد يقدر، قامت تسحبه باتجاه البحر، أو كل ما يقرب عليها غليص تكبر وتزيد سرعتها، لو من ما وصل الميت البحر وصار بنص الدوامة، أو قامت تفتل به، غمض عيونه غليص واجتمعت القوة الثلاثة بجسمه، قوة الملاك البيضاء أو قوة نور الهدى أو قوة شمس الضحى، علق الرمح بظهره غليص أو صفق دينه على بعضهن، وإن الدوامة مقسومة نصين، شق ميت البحر شق أو طلع لي فوق طاير، وإن الملك النوب قباله أو قال له إذا خلصت من الدوامة ما راح تخلص من صاحبها، سحب الرمح غليص أو تقابله هو والملك، أو هذا يضرب أو هذا يصد، أو دحج غليص حواليه أن جنون البحر ملتمه، أم عبينا السما حواليه والبحر جاي معاهم، أو صاح عليهم ملك البحار أو قال لهم ما حدا يقرب عليه، صفق دينه على بعضهن، وأنه طالع هذاك الأخطبوط من المي، أو مد دينه الأخطبوط باتجاه غليص، ودينه ثمانية جنب اتجاه غليص مثل الرماح، رأد يعلي غليص وينهزم، الملك صار فوقه أو ضربه بالرمح، صف ضربته غليص، وانه واحدة من دين الأخطبوط لفة عليه، وانزلت ايد الأخطبوط بسرعة أو فتح ثمه، أو صار غليص بثم الأخطبوط، أو حس بالظلام، أو حس بمأدة غريبة لزقت على جسمه، ما عاد يقدر يتحرك غليص ولا حركة، الأخطبوط نزل بقلب البحر، أو صاح الملك البحري أو قال ارجعوا كل واحد على مكانه، قال له البحري يا ملكنا ليش خليت الأخطبوط يبلعه؟ قال له يا بحري ألحز الأخطبوط ياخذوا على جزيرتنا، الجني هذا يلزمنا، القلادات الأربعة مربوطات بظهره بجرة، أو طار ملك البحار أو طار وراء فرسان التسعة بعد ما غليص ذبح منهم واحد، والبحري والفرسان المعاه رجعوا على جزيرة الجحيم، وصلت الملكة والأمراء ليل ونهار والترابي وام الغول والفرسان المعاهم على جبل المحكمة، أو قال لهم الترابي البارح جنون الصخور هجموا على جبل المحكمة، والقضاة قالوا ما راح نحاربهم وراحوا على وادي الموتى، ومن بعدها جنون الصخور هجموا على مملكة الرمل أو ذبحوا الحاكم أو ذبحوا كل الفرسان المحاربين بها، اللي ظلوا عايشين غذاهم الحاكم غليص على جبال النور، قالوا الأمراء لم الغول اضرب الحجر الأزرق أو شوفينا غليص، ضربت الحجر الأزرق أو قالت لهم الحاكم غليص بالظلام الأسود ما يبين علي، دحجم الأمراء على الملكة أو قالوا لها لازم نتدخل مشان نخلص غليص، ضحكت الملكة أو قالت لهم أي غليص جاعة تحشون عنه، أو تحولت ونها البحرية أخت الحاكم البحري، أصفقت ديها ون المي متفجرة من الجبل، أو طاروا أبعدوا عنها، انطلقت مثل السهم، أو طاروا وراها الأمراء ليل ونهار، أو قالوا هذه خدعة كبيرة شلون وقعنا بيها، والبحرية أخت البحري طايرة والأمراء ليل ونهار وراها، والترابي أو فرسان المحكمة ما شافوها إلا وقفت أو مدت ديها اثنين، وانهم طالعين الفرسان الأربعة المقنعين، هجم الترابي عليهم تلقى واحد منهم تضاربوا بالسيوف، رجع الترابي لورا مسافة طويلة، صاحم الأمراء على الترابي ليل ونهار وقالوا له لا تدخل خليهم لنا، الأمير ليل والأمير نهار صفقوا مديئهم على بعضهن، أطلعن من الأرض رماح صفر أو قاموا يهزون برماح، أهجموا عليهم الأربعة ليل ونهار، ضربوا الرماح البديهم على بعضهن أو صارم فارس واحد لو راسين أو هجم عليهم، تلقى أول واحد أمن الفرسان المقنعين ضربوا بالرمح صدب السيف أنهم رجعوا لورا مسافة طويلة، يفتل فتل بجو البحرية قالت لهم أسلموا برواحكم، وانطلقوا مثل الأسهام أو فارس الجن براسين طار وراهم، الترابي دحج وعيونه مو مصدقة الشيء شافوا، أو قال الأمراء إش قصر لي معاهم
أول مرة أشوف هالشي هذا. وقال الفرسان المحكمة تاني لحقهم أو طارم وراهم. البحرية الطائرة والفرسان المقنعين الأربعة وراها ما حست ودرت ألا فارس الأمراء قدامها. أفهب الرمح أنه نأبت بصدرها طالع من ظهرها وانطلق عليها مثل السهم. سحب الرمح أو نزلت التلؤلح من السماء باتجاه الأرض. واحد من الفرسان الأربعة مد يده وشوفهم خاتم أو نزل يده، عرفوه الأمير الرهيب. قال لهم الجن اللي حطيته مع جنون البحر صار بالفرسان الأربعة المقنعين مع الحاكم بحري. أو جن الأمراء حرك الراسين أو هجم عليهم، كل ما يضرب واحد منهم يصد بالسيف يرجعوا مسافة لوراه. الجن المقنع البيض الخاتم انهزم، انطلق مثل السهم او دحجوا عليه او قالوا هذا خلي يروح. وصل التراب فرسان المحكمة او طوق ما الثلاثة المقنعين. الثلاثة ضبوا ظهورهم على بعضهم او قاموا يدورون وانزلم على الارض ساحبين شكم السيوف الثلاثة بالارض او قامت تتفجر المية مثل النوافير مسافة عالية بالجو. صاح فارس الأمراء عتوا رأبي والفرسان الحواليه أو قال لهم أبعدوا عنهم المية هذه مسحورة أو بعدوا عنهم بالحيل أو قامت الزود المي وتطشر بكل مكان. أسحبوا الفرسان الثلاثة مثل الإسهام أو هم طايرين النوافير تفجر قدامهم. لو من ما أبعدوا مسافة طويلة التراب دحج على فارس الأمراء اختفى واظهرهم اثنيناتهم ليل ونهار. أو قال لهم ما نلحقهم. قال له الأمير نهار لا نقضبهم غير مرة، المهم ذبحنا هذيك الجنية أغلطنا غلطة كبيرة لازم راجعين على غليص. سوت حالها الملكة وقالت لا تلحقونه أو قدرت تخدعنا. والحز غليص ما نعرف إيش صار معاه، لازم نروح على أم الغول. أو طاروا باتجاه جبل المحكمة. الفرسان المقنعين الثلاثة لحقهم الفارس الرابع أو لقوا واقف على شط البحر أو قالوا له أنت سريع شلون قدرت تنفذ منهم. قال لهم خلونا من السرعة أو خلونا شلون نفذنا، إيش بدنا نقول للحاكم بحري، أخته ماتت وإحنا جينا مشان ناخذها أو نحميها. قالوا له نقول له عصار معنا أو هذول جنون البر عندهم قوة كبيرة، ما شفت شلون تحولوا هذولاك اثنين أو صارم فارس واحد. قال لهم شفت، خلونا نروح على البحري ونخبروا بهالشيء صار. أو طاروا باتجاه جزيرة الجحيم. وصلوا مع الجزيرة أو فاتوا على مغارة الحاكم البحري أو ما لقوا بيها. مر شوي من الوقت وإنه جاي أو وراها فوف ماشي ضرب عينه على الشمعات أو شأف الشمعة الثانية طافية شمعة أخته البحرية. ضرب الرمح على القاع قامت تهتز الجزيرة أو صاح عليهم البحرية وينها؟ ليش ما جبتوها معاكم؟ قالوا له ما قدرنا، القوة قابلتنا كبيرة، لو من وصلنا عليها تنخلصها انضربت برمح أو ما قدرنا نتصدى لهذيك القوة. قال لهم البحري يا ريتكم مو جايين وميتين، أنتوا فرسان وقادة، ملك البحار ما راح يسامحكم ولا اني راح اسامحكم ولا اسامح ملك البحار، لاني قلت له لا تبعث اختي الجنيه بحريه ما عندي غيرها او غاليه علي كثير، واذا صابها شي راح يصير شي مو زين. او قال لي لا تخاف الفرسان الاربعه المقنعين راح يروحون معاها. قال له الجن الحمحوم احنا جاهزين لاي عقوبه، بس لازم تعرف ان الجنون اللي لقيناهم اثنين منهم تحولوا او صاروا على شكل فارس واحد لو راسين او قوته رهيبه ما حدا يقدر يوقف قباله. الهفوف قال للبحري هذول الامراء ليل ونهار عندهم قوه رهيبه او ما يطالعونها الا بالاوقات الضيجه. انا استغربت منك يا البحري اشلون قدرت تاخذ الملكه من بين ايديهم. قالوا يا هفوف مانا الحاكم بحري، إذا ما أقطع روسهم اثنين وعلقهن بهذه الجزيرة وأخذ بثار أختي بحرية وبثار كل جنون البحر اللي ماتوا على إيد جنون البر. أرجعهم الأمراء والجن الترابي والفرسان على جبل المحكمة العليا. أو قالت لهم أم الغول جيش من جنون الصخر توجه باتجاه مملكة الغابات. الأمراء ليل ونهار قالوا الأمر هذا ما عاد ينسكت عليه، احنا بحرب مع جنون البحر او مملكة الصخور
شالت الرمح وحطته بظهرنا لازم نوقفهم عند حدهم. أو طاروا باتجاه مملكة الغابات الأمراء ليل ونهار والترابي، أو معاهم 50 واحد من حر رأس المحكمة. الجنية أم الغول جمع عليها القضاة الخمسة أو معاهم 50 واحد من حر رأس المحكمة، أو حكت لهم عشية صار، أو قالوا خسارتنا كبيرة، أخسرنا الغلادات وخسرنا الحاكم غليص وخسرنا الملكة ملك البحار وأحد غدار، ما كان لازم ننطيهم الغلادات. أغليص قام يحسب التعب أهو بقلب الأخطبوط أو غمض عيونه أو داخ أو ما عاد يعرف حاله وين صار، أو مثل الحلم هو واقف أو جدامه 3 جنيات أو مدن ديهن عليه. واحدة قضبته من وجهه وقالت له قوم يا غليص قوم يا غليص قوم يا غليص، والثانية قضبته من يده وقالت له اصحى يا غليص اصحى يا غليص اصحى يا غليص، والثالثة قضبته من يده الثانية وقالت له لا تخاف يا غليص احنا معك احنا معك احنا معك. فتح عيون غليص او قامت ايده تتحرك أو قام يهز الرمح بيده رمح نور الهدى، أو رفعوا لي فوقه هو ببطن الأخطبوط أو ضرب الرمح هذيك الضربة، شق الأخطبوط نصين والنغليص بقاع البحر، أو حط كل قوته وانطلق مثل السهم طلع من البحر والمية تطشر وراه، أو قال أني غليص أني غليص أني غليص، ما أرضى بالخسارة أو ما أرضى بالهزيمة، يا جنون البحر يا جنون الشر الأيام طويلة بيناتنا، ولا انت لاقى آني وانت يا ملك البحار. أو طار غليص باتجاه البر أي سابق الريح، أو قال بدي اروح على جبل المحكمة امشان اشوف الملكة. لو من وصل جبل المحكمة شاف أم الغول قاعدة فوق الجبل والقضاة الخمسة واقفين بحدها، نزل عليهم من السماء لو من وصل الجبل قبة الغبرة، أو قال لهم وين الملكة؟ قالت لأم الغول سوم علينا حيلة، كانت بجنية متحولة على هيئة الملكة. قال لهم وين الترابي؟ قالت لأم الغول راح هو والأمراء على مملكة الغابات، أجنون مملكة الصخر هاجم عليهم. قال لهم غليص وين صايرة؟ دلوني عليها أريد أروح عليهم. أم الغول ضربت إيدها على الحجر الأزرق أو قامت تهز براسها، أو قالت له المعركة منتهية ما لحقوهم، ما بداعي تروح يا غليص هم جايين علينا. أو قعد غليص يستناهم لؤمن ما جم الأمراء ليل ونهار، أو معاهم الترابي أو حر رأس المحكمة أو معاهم مجموعة كبيرة أمن جنون مملكة الغابات، نزلوا حوائل الجبل والأمراء والترابي نزلوا فوق الجبل. أو لؤمن شافوا غليص فرحوا بشوفته أو قالوا للأمراء شلون خلصت حالك؟ قال لهم قصة طويلة بعدين نحكيها، الملكة شلون بدنا نخلصها؟ قالوا له راح نخلصها إذا مو اليوم باشر راح نجيب الملكة. قال لهم غليص أنا روح معاكم لا تروحون من دوني، ملك البحار هذا واحد غدار خلى وحش بالبحر يبلعني بالزور خلصت حالي منه. أو قال لهم غليص هذولا من مملكة الغابات وين بدهم يقعدون؟ قالوا له الأمراء ليل ونهار لازم تاخذهم على جبال النور، إذا راحوا معاك نأمن عليهم. قال للترابي غليص جيبهم والحقني. أو طار غليص والترابي لمهم أجنون مملكة الغابات أو قال لهم الحقوني. أو طارم ورا غليص دا حاج الأمير نهار على الأمير ليل وقال له أبن الملائكة البيضاء غليص راح يكون له شأن عظيم. دا حاجت عليهم أم الغول وقالت أني من زمان قلت هالكلمة راح يكون له شأن كبير. أو قالت لهم حاكم جنون الغابات إيش صار بيه؟ قال لها الأمير نهار ما لحقناهم لقيناهم ذابحينه أو ذابحين أقوى المحاربين عندهم، ومخلين حدا من جنون الغابات ألا ما يحاربون والكبار والصغار. أو وصل غليص على جبال النور والترابي طائر وراه أو جايب معاه مجموعة كبيرة من جنون الغابات أو نزلوا بجبال النور. أو قالهم الحكام لغليص منهم هذول؟ قال لهم هذول من مملكة الغابات أجمعوا عليهم أجنون الصخور وارتكبوا مجزرة كبيرة، هذول ظلوا عايشين لازم يظلون معانا هين بجبال النور. قال الحكيم الطبيب لغليص
انت قلبك طيب وتحب افعال الخير او تكره اهل الشر وتحاربهم، اللي جم من مملكة الرمل او من مملكة الغابات راح يكونون معاك بامان، او راح يكبر عددنا وصير هذا المملكة مملكة النور، هي مملكة العدل، او ما بيها ظالم ومظلوم، او جت ترابي على غليص او قال له يا غليص انا بدي ارجع على جبل المحكمة، قال له غليص قبل ما ترجع وكل الرصد عن هذه الجرة، او فك الرصد عن هالترابي، او طالع غليص الغلادات لبس غلادة العرنوس او قامة تلمع بصدره، او قال للحكيم الطبيب اذن الغلادات الثلاثة رجعهن على مكانهن او خلي يخفونهن حكام الرصد الاربعة، او قال للحكيم الملكة ايش صار بيها، قال له غليص صار الشغلات كثيرة بعدين احشي لك اياها، روح انت والحكام او وزعهم هذول الجم من مملكة الغابات ايش ما رادوا وايش ما طلبوا اعطوهم، او طار الترابي باتجاه جبل المحكمة، واغليص قعد هو وريحان وريحانه ويدحج على رمح نور الهدى، او قالوا ريحان ايش صار معك يا غليص، قالوا صار معي شغلات كثيرة، رمح نور الهدى زين جبناه من عند جنون البحر، لو مو هذا الرمح يا ريحان الحزاني ماني قاعد معاكم، تحاربنا اني او ملك جنون البحر او هذاك الملك واحد غدار، اللهني ارتمي ببطن وحش امن وحوش البحر، او فتت بالظلام وبضربة واحدة من هذا الرمح انشق هذاك الوحش نصين، قالت له ريحانة قوة مملكة النور كلها بهذا الرمح، او قال له ريحان مشان الملكة ايش صار بيها، قال له الملكة ما خلصوها ظلت أسيرة عند جنون البحر، سوم عليهم حيلة خذوا الغلادات أو بعثوا غير جنية متحولة على هيئة الملكة، أو قال غليص الريحان أريد أسألك جبل النار إيش قد يبعد من هين، تبسمت ريحانة وقالت له صاير باتجاه الشرق يبعد عنا مسافة بس إذا طرت عليه يا غليص بثواني تكون غادي، قال لها لا ما أريد أروح بس أريد أسأل وينه، أنصاري ظل ماشي أيام ليالي لحاله أو يسأل من عشيرة العشيرة، لو من ما وصل على طرف عشيرة وتنطحوا خيال أو سألوا عن العشيرة أعرفها أنصاري واحدة من العشائر الستة أشأنا ومتحالفين مع أبوه عمود، أو قالوا ريد أسألك كانت بي عشيرة اسمها عشيرة عمود وين انزلم وش صار بيهم، قالوا بعد ما مات شيخهم عمود على أسوار المدينة وانهزموا الشيوخ الستة والفرسان مات نصها ورجع نصها، تقسمت العشائر أو رجع سبعة، عشيرة عمود تسلط عليهم واحد اسمه جبل أو صار شيخ عليهم، أو بعد ما كانوا إيد وحدة صاروا متناحرين ويغيرون على بعضهم، أو قالوا أنصاري إيش قد يبعدون من هين، قالوا يبعدون ممشى نهار روح بهالاتجاه هذا أول عشيرة تلقاك هي عشيرتهم، أو ظل ماشي أنصاري لو من ما وصل والدنيا ليل أو شاف المشاعل شاعلة حول العشيرة والحراس تبرم بيدها الرماح، أو ظل ماشي لو من ما وصل عند الحراس أو صاحوا عليه وقالوا له من أنت، قال لهم ضيف، ردوا عليه الحراس وقالوا له روح المسافة بعيد من هين ونام ولو من تطلع الشمس تعال علينا نوديك على بيت الشيخ، أو قال أنصاري شنو الشيخ هذا اللي ما يقبل ضيف وشلون تسلط عليهم، او ما عرف امي واختي ايش صار بيهن، او قرب على الحراس وصاحوا عليه او قالوا له ارجع لا نضربك، نزل من الاحصان انصاري او جا يمشي على الحراس او عددهم خمسة او قال لهم اني انصاري اني انصاري اني انصاري يا تبعدون عن دربي يا اذبحكم، لو من قال لهم انصاري واحد من الحراس راح يركض ركض باتجاه العشيرة، أو أربعة قالوا له أنت مالك فوتة على هالعشيرة لأنك خاين أو حارب ضد أبوك أو دمك مهدور أو جيت للموت برجليك، وهجموا عليه الأربعة أو قال بقلبه ما أريد أذبحكم لكن أنتم رتوها، أو سحب السيف أنصاري سيف الجني أبو الموج أو برم عليهم برمة وحدة أن الأربعة مجضعين، أو ركب على حصانه أو فات على العشيرة وأن الطبل يدق أو شأف المشاعل أو رؤس الرماح التلامع أو ظل ماشي لؤم ما طوقوه أو واقف بولهم جبل شيخهم الجديد، أو قال الأنصاري أنت شجابك علينا أبوك هدر دمك أو تبرى منك جيت على الموت برجليك
نزل عن صقري من الحصان أو جاي يمشي باتجاه جبل، أو قال له شأنت فكرك من الناس الطيبين يا جبل، والحز من كلامك أني طلعت غلطان، قلبك مثل قلوب أهل الشر أسود، أني جاي أشوف أمي وأختي. قال له جبل أمك ماتت وأختك ما عاد نعرف وين صارت، هجت من العشيرة. قال له أمي شلون ماتت؟ رد عليه جبل وقال له لسانها كان طويل أو هي جابت الموت لحالها، أني ذبحتها بيدي، أهل العشيرة كلهم اختاروني أمشان أصير شيخ عليهم، ألا هي رافضة وتقول ما يصير شيخ ألا ابني أنصاري هو أحق بالشيخة ياخذ مكان أبو عمود، لو من قال لأنصاري أني ذبحت أمك طار العقل من رأس أنصاري، أو سحب السيف أو كل ما بي حيل وقوة ضرب السيف على القاع انشقت الأرض تحت رجليهم، أو صاح هذاك الصوت وقال يا ويلكم مني، أو قام يبرم بيناتهم أنصاري مثل الذيب، أو كل ما يالي واحد منهم يهفوا بالسيف أنه قاص نصين، أو لؤم شافه وضرب أنصاري السبع بيهم صار قلبه قلب فرخ، أو كل من مشى على وجهه، أو ظل جبل واقف أو بيدو سيفه لؤم ما صار قبله أنصاري، نهض يدو والسيف بيهتا يضرب أنصاري، ركض عليه أنصاري وقضى بيدو، أو قال له ما راح أذبحك ألا أخليك تتمنى الموت، لو أيدو أنصاري أنه كاسرها، أو ضرب وحدة من رجليه بالسيف أنه قاصها، أو قضبه من شعره وقام يسحل وسحل، لؤم ما وصل على بيته الكبير بيت الشيخ عمود الأولي، والطبل قدام البيت أو قضب عصايته الطبل أنصاري وقام يدق بيه، أو صاح ذاك الصوت كل العشيرة تجتمع هين ما يريد حدا يظل غايب، واجتمعت العشيرة بفرسانها أو برجالها وشيابها أو بناتها وعجايزها وأطفالها، أو على ضوء المشاعل يدحجون على أنصاري ويدحجون على جبل يضبح أو يبكي مثل المرأة، أو قال لهم انتو اختاريتوا هذا الجبان تيصير شيخكم، لو منو ذبح أمي ما عرفتوا أنه ما هو رجل، امديدوا على مره أو ناشر الحراس حول القبيلة، الضيف اللي يجيب الليل ما يستقبلوا، اشلون رضيتم بهذا شيخ أو هو قهوتشي عن الشيخ ما يصلح. الفرسان وأهل العشيرة كلهم نزلوا روسهم، أو جاء واحد شايب يمشي عليه كان يحب أنصاري كثير، أو مديدوا على شتف أنصاري وقال له طولت علينا يا أبو القلب الطيب أزعلنا كثير على موت أمك، قال له أنصاري يا عم انت غالي علي أختي ايش صار بيها، قال له أختك الصقيطة هذا كان يريد يتجوزها بالقوة أو ما قبلت، أمك وقفت بوجهه أو ساوى حجة أنها ما ترضى بشيخته أو ذبحها متعمد، أو بعدها أختك لو من شافت أمها ماتت قدام عينها، وأبوك عمود مات وأنت مختفي أو ما ظل لها حدا، أو طش خبرها الصبح أنها بليل ماشية أو صار لها مدة طويلة ما سمعنا عنها خبر ولا علم، مشى أنصاري على جبل أو جبل يبشي ويقول له دخيلك يا أنصاري لا تذبحني، قالوا ما شفتش صار بابو يا عمود من وراء ظلمه للناس أو طارخ شره على هذا وهذاك، آخر الشر الموت شت ترجى أنت بدك تخلد بالدنيا لا ترجى وتعذب حالك، هل مثلك حرام يعيش، ضربوا أنصاري بسيف أنه قاطع راسه أو صاح على الفرسان أو قال لهم شيلوه أو روحوا دموه بعيد عن العشيرة، يوم يركضون وقالوا له أمرك يا شيخ أنصاري، أو شالوه راحوا بيه برأت العشيرة أو دموه، أو ظل أنصاري قاعد للصبح وعيونه ما جاه النوم ويقول أختي وين راحت، واجتمعوا النوب كل أهل العشيرة قدامه، أو قام أنصاري ووقف قبالهم أو قال لهم أمن اليوم ورايح ما ضل ظلم ولا واحد يتعد على واحد، أو كل واحد يمشي بدرب الشر أقطع يده وإذا ما تاب أقطع رجله وإذا ما تاب أقطع راسه، كل شي قلبه بيشر وقلبه بظلم ما رح أرحمه، العشيرة كلها واقفة قباله ما واحد فتح ثمه، أو قال لهم راح أخلص شايب أبو صلوح يقعد ببيت الشيخ أو تسمعون كلمته، قال يرفض له كلمة معناته رفض كلمتي، أني بدي أروح على العشاير الستة كانوا مع أبوي وتفاهم معاهم أو لا يتعرضونا ولا نتعرضهم، قال يقرب علينا ما راح نرحمه، أو بعدها بدي أروح أدور على أختي لو من ما أجيبها، أو مثل ما قلت لكم هذا عمي أبو صلوح
هو يظل مكاني لو من ما ارجع عليكم. العشيرة كلها صاحت بصوت واحد، افرسانها ورجالها ونسوانها مثل ما تريد يا شيخ انصاري، او ركب انصاري على حصانه، او خذ معه 10 من الفرسان، او توجه باتجاه اول عشيرة من العشائر الستة اتشانوا متحالفين مع ابو عمود. ماجد هو وشاهين مرت ايام او هم قاعدين بالعشيرة، او قال ماجد لابن عمو عنادي اريد واحد ياخذنا على المكان اللي ينزلون بيه على البحر اتشانهم يغيرون عليكم. قالوا يا ابن عمي اذا بدك انا اروح معك. واطلعوا من هذيك العشيرة ماجد وشاهين والشيخ عنادي او معاهم 5 فرسان، وصلوا على شاطئ البحر والدنيا عصر. او قال لهم عنادي يوم اللي لحقنا اثرهم لهذا المكان. او شاهين قال لماجد اول مرة اشوف البحر، او هو راكب على فرس وشرارة وصل على حرف الشاطي. او قال لهم السعجايكم او سحب بيها او نوبة هذب على الرمل او نوبة على طرف ميت البحر. او شاهين فرحان ابعد عنهم مسافة، او ضرب عينه على البحر او شاف 5 سفن اكبار جايات باتجاه البر. او قال اكيد هذول هم، او رجع ساحب باتجاه ماجد وابن عمه الشيخ عنادي وصل لي عدهم. او قال لهم سفن بالبحر. قال له ماجد شفناهن يا شاهين، بدنا نبعد عن الشاطي امشان ما يشوفونا. او بشجر قريب على الشاطي راحوا فاتوا بين الشجر هم وخيولهم، او قربن السفن على الشاطي او وقفن عنه مسافة بعيدة. والشيخ عنادي قال لماجد هذول هم بدهم يستنون لو من ما تغيب الشمس او ينزلون على البر، لازم نروح على القبيلة ونجهز حالنا. او قال ماجد لابن عمه الشيخ روح انت على القبيلة او خذ معاك 3 من الفرسان، او خلينا 2 امشان ما انتهي هالدرب، انظل مراقبينهم تنشوف ايمت يجون على البر. او مشى عنادي ومعاه 3 من الفرسان، او ظلوا ماجد او شاهين ومعاهم 2 لو من ما قربت تغيب الشمس او قامت تجي زوارق صغيرة باتجاه البر. او قال ماجد الشاهين عددهم كبير يا شاهين. قال له يا ماجد يا اخوي ايش قد ما يكون عددهم لازم نتصدى ليهم او ما نخلي واحد منهم يرجع على هذه السفن. ننوه الشغلة اخواني واصدقائي ومتابعينا الكرام، قصة غليص ابن جنية من الخيال، والشخصيات والاسماء اللي بيها زاد من الخيال، وهاي الاسماء والشخصيات ما تمس ولا تمثل اي شخصية او اسم مجتمعنا الكريم. لكم تحيات اخوكم موسى المردود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.